من فضل يا ربي ودعوت يما. شوفي جاوني ناس من بديه، جاوني من الجزائر، جاوني من قسنطينه، الحمد لله الحمد لله يا ربي. وما استلاحش وما استلاح حتى حاجه، وعدتهم باللي خنكملها 40,000 حتى العيد. قال لي كيما انا ماشي زوخ، قال لي ما يقدرش يخدم ذي خدمه، ما يقدرش دوكا اللي جا دوكا تو انا كاع بغاو يترفوا في نهار. خويا محمد واش راك اختي لاباس؟ واش راك لاباس؟ الحمد لله والله لاباس. صح رمضانك. الله يسلمك ربي يحفظك. صح رمضانك وانتم فاني. الله يسلمك، كنا جينا لك قبل رمضان واليوم والله اهلا وسهلا بكم. انا قلت لكم تسنيتكم تجوا قبل رمضان وانتم ما جيتوش. ماشي الحمد لله الحمد لله. كيفاش خويا محمد كيفاش هاي الخدمه في رمضان؟ صافا والله لاباس الحمد لله. الناس ما يمشوا الدوار. الحمد لله يا ربي وما استلاحش وما استلاح حتى حاجه. وعدتهم باللي خنكملها 40,000 حتى العيد. الحمد لله يا ربي يدي مكتب الله. الحمد لله نمشي مع القليل. فهمتي اختي؟ بروفيتو في رمضان، شوفوا عبادات تاعنا اللي نصلوا في الجامع ولا ما نصلوش، شوفوش في الجامع، شوفوش هنا في الدرام. الدرام رايحين وجايين. الله يبارك. هذا مكان. الله يبارك هضره. لا لا تاع بصح بيان سور اختي، دوكا انسان يلاع في رمضان باش يشوف ربي ويخلي الدرام احسن، ولا يشوف الدرام ويخلي ربي ذاك يخسر. ما درنا والو اختي والله ما درنا حتى حاجه. ليسونسيال انسان يكون محبوب من جهه الناس، فهمتي؟ اما هذه 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 ولا انا ولا انت ولا واحد اخر كاه رايحين كاه فانيين، فهمتي؟ صح المعامله هي الصح. يا خويا محمد الناس تشري الدواره في رمضان؟ تشري يوميا وفيها صدى كبير كاع والله العظيم. ما يجي شوف انا شخصيا تجيني ثقيله في رمضان. انت تجيك ثقيله بصح كاين واحد اخر تجي خم اللحم. يوميا عندي سلعه يوميا تخلص والحمد لله والله غير الحمد لله الحمد لله. وجوك الناس؟ شوفي جاوني ناس من بديه، جاوني من الجزائر، جاوني من قسنطينه، الحمد لله والله غير الحمد لله. واش سر الشهره هذه؟ قلتها لك هذيك الخطا ونزيد نسقسي. وقلتها لك ونعاودها، قلت هذا من فضل ربي ودعوه يما. عطيني ونزيد نعاودها لك من فضل ربي ودعوه يما. سر النجاح. الحمد لله والله غير الحمد لله. والحمد ماشي نقول لك وحدي، هم خوتي معايا فانيك. واقفين معايا واقفين كتف كتف. الحمد لله يا ربي والله غير الحمد لله. الحمد لله يا ربي ربي يقدر. قدرت تنصح لي جان في رمضان هذا لي جان كيما انت؟ قليل قليل كيما انا ماشي زوخ، قليل ما يقدرش يخدم ذي خدمه، ما يقدرش امبوسيبل كاع. علاش ما يقدرش؟ ما يقدرش دوكا لي جان دوكا تو انا كاع بغاو يترفوا في نهار، يبغى يعيش لا كلاس بصح بدراهم الناس، يبغيش يتعب. متعوبه بيان سور، تنوضي على 14 صباح وانت تنقيها وانت تشليها وانت كذا ويجيبوا لك الناس وكذا بس قميها باش الناس دي تديها. سمع على قداش يبدا البيع؟ بيع يبدا تسعه 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 نقلوا تسعه تسعه نايضين على الربعه ربعه ونص ربعه ربعه ونص مع السحور السحري وخرج نخدموا ومن بعد جويت هكا جويت الربعه ثلاثه ونص سيقوا حوانتنا نقوا ونطلعوا نرقدوا. هذاك هو يجي في السبعه، انا ما نجي في السبعه، انا ما نجي في السبعه، انا نروح نرقد. وتجي لقمة بنينة؟ الحمد لله بيان سور بيان سور تجيك لقمة بنينة خاطش عليك التعبي عليها. بلا طيح بيان سور الصايم يطيح الدوار طيح الصايم يبغيها خاطش عليها هو يشهها هو يشهها صح. انت ايماجيني واحد تقول لي الدوار تمشي في رمضان انت تقدر تاكل دوار في رمضان؟ بصح عندها نوع في احنا في الجزائر عندنا نكهه نكهه وحده وحدها ماشي ثقيله ماشي ثقيله. كل واحد فيها طيبها اختي، كاين اللي طيبها ثقيله كاين اللي طيبها خفيفه كل واحد فيها طيبها. انا حبيت نقول ماشي ثقيله على المعده. لا لا شوفي نتحداه نتحداه اللي يقول لك الدواره فيها كوليسترول نتحداه درك نروحوا نعيروها نديروا واش نحبوا نشوفوا لا فيها كوليسترول درك في الحين. لا هي ماشي مشحم. بغات فيها شحم ولا ما فيها شحم؟ الكوليسترول ما يجيش من الدوار وما يجيش من اللحم وما يجي من حتى حاجه. هي بنينه يا بنيه كي تكون مدوزه على القراصه. بيسر بيسر طعم الصحه هذه بدون ما تقوليها. والحمد لله يا ربي والله غير الحمد لله يا اختي. يعطيك الصحه اخويا محمد كي جينا شفناك والله غير شرف لينا احنا والله غير الحمد لله. متشرف بكم الحمد لله. اعطينا كلمه اخيره ان شاء الله ربي يقدرنا على جمهورنا وجمهورك. ان شاء الله ربي يقدرنا على الخير. هذا واش نتمناو والله غير نتمناو نتمناو كما يقول لك البلاد هذه تترفد ان شاء الله. صحة خويا محمد صحة فطورك على فطوركم وربي يحفظكم ان شاء الله وصحة عيدكم ان شاء الله مسبقا ان شاء الله ربي يحفظك سلامة ربي